فارس من الأخيار الأطهار، له مع الأرقام أسرار. هو واحد من الخمسة الأوائل الأبرار، وسادس أهل الشورى، ومن بين الثمانية السابقين إلى الإسلام، ومن العشرة المبشرين بالجنة. لقب بالشهيد الحي، محارب شجاع بين الفتوحات، فهو أسد قريش وصقر الإسلام. روايتنا اليوم بطلها الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجود. هو طلحة ابن عبيد الله القرشي، يعد من العشرة المبشرين بالجنة. ولد في العام 26 قبل الهجرة، وتزوج من أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، ويكنى بأبي محمد. من هو صحابي طلحة بن عبيد الله قبل إسلامه؟ طلحة شاب نشأ في مكة كأي شاب من شباب مكة، لكنه تعلم التجارة في صغره، لذلك كان كثير الرحلات، كان يعني يرحل إلى الشام ويرحل إلى اليمن في الرحلة المعروفة برحلة الشتاء والصيف. لكن يبدو أن طلحة فضل الإقامة في الشام، فظل في الشام فترة طويلة وسكن في مكان يسمى بصرة. الصحابي طلحة ابن عبيد الله كان تاجرا قبل الإسلام، ما أثر هذا الأمر في إسلامه؟ لما انتقل إلى في إحدى رحلاته إلى البصرة وسأل هناك راهب وقال وعرف ان في سيدنا نبي محمد سوف يعرف. اي بالظبط كده. بدا يعني يعطي طلحه بعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الجسديه وصفاته الاخلاقيه، وفي النهايه قال له اياك ان تسبق اليه، يعني حين يبعث هذا النبي عليك ان تكون اول الصديقين. وذهب الى ابي بكر، ذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولما عاد وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن إسلامه، فكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. علم أن سيدنا أبو بكر وأن سيدنا محمد من الأوائل الذين قاموا وصدق فيهم القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أول خمسة أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ثامن من أسلموا، يعني هو أول ثمانية من أسلموا كان منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله. في جميع المشاهد كان طلحة في مقدمة الصفوف، شهد مع الرسول جميع المواقع إلا بدر، وضحى يوم أحد بنفسه وافتدى راية النبي. مواقف الصحابي طلحة بن عبيد الله مع الرسول، هل تعلم منه الكثير؟ طبعا طلحة كان من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرب زرع في طلحة حبا غريبا للنبي صلى الله عليه وسلم شأن جميع الصحابة طبعا. وتجلى هذا الحب بشكل قوي جدا في غزوة أحد، حين نعلم أن طلحة هذا الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده في هذه المعركة، حتى أن أبو بكر الصديق كلما ذكرت غزوة أحد كان دائما ما يقول ذاك يوم كله لطلحة. فهو الذي دافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عدد من الصحابة في غزوة أحد، حتى أنه حدث له في هذه الغزوة جرح وترتب عليه أن شلت يده، وعاش باقية عمره بذلك. ضحى بيده من أجل أن يرد السهام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا لقب بصقر يوم أحد. يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول أنه أحد لطلحة، يعني يوم أحد كان هو كله طلحة. كله طلحة. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها، بداية من غزوة أحد إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء غزوة بدر، لأنه كان في مهمة أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إياه. اشتهر طلحة بالكرم والإنفاق، لذلك سمي بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض. الصحابي طلحة بن عبيد الله توصف بالكرم والجود والفيض، ما هي المواقف التي تدل على هذه الصفات؟ كان سيدنا طلحة بن عبيد الله كريما سخيا ينفق بسخاء، ولا أدل على ذلك من أنه لقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم في طريقهم في الهجرة. نعم. في طريق الهجرة. نعم. فكان معه تجارة قد جاء بها من الشام، فكسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردا، وكسى الصديق بردا، ثم عاد إلى مكة بعد ذلك، ثم لحق بالنبي
وسيدنا أبو بكر، وكانت زوجته تسرد بأنه يأتي بمائة ألف بعير ويخرجها في سبيل الله للفقراء والمساكين. كان إذا سئل أجاب، وإذا أعطى أعطى في سبيل الله. كان إذا سئل أجاب، لأنه شهد أنوار النبوة وصاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، فسمع منه وتعلم منه وتخلق بخلقه، فكان من علماء الصحابة الكرام. وكان أيضا كريما سخيا، لا يسأل في شيء إلا أعطاه، وهذا يظهر من مآثره ومن مواقفه ومن سيرته الشريفة. كان طلحة لا يتحمل أن يبيت يوما وعنده مال، حتى أن في بعض الروايات بتذكر أن زوجته دخلت عليه ليلة من الليالي فوجدت طلحة يعني مهموم ومغموم، فسألته عن السبب فقال عندي يعني أموال كثيرة، فكيف ألقى الله سبحانه وتعالى وعندي كل هذه الأموال. كان رضي الله عنه وأرضاه لا يكتفي فقط ب يعني الإسراع إلى الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، بل كان ينفق في تجهيز الجيوش والغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان طلحة ابن عبيد الله المعلم والقدوة لأبنائه ولأجيال المسلمين عبر التاريخ. طلحة الشجاع، أسد قريش، صقر الإسلام، وأيضا طلحة الجود والفياض والخير، لكن هنا أتحدث عن طلحة في العلم والإيمان. ماذا عنه؟ كان له رأي سديد في الدين الإسلامي وفي القضايا الإسلامية. كان لما بيبقى فيه نوع من أنواع الفتن أثيرت في مرحلة من المراحل، كان يبتعد عن الفتن والصراعات، كان يبتعد عن الفتن، وكان يحاول يهدئ الفتن، لأنه عارف الأبعاد بتاعة الفتن دي ممكن يحصل وراها إيه. بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما يعلم الجميع، كانت هناك بعض الصراعات، الكثير تأول حول هذه الصراعات، فبعض الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى جانب سيدنا علي، والبعض الآخر إلى جانب سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أجمعين، وكل واحد كان مجتهد ويعني كان له اجتهاده، فما كانش مجرد سلاح مغوار في الغزوات فقط، لكن لا. حكيم، كان حكيم، وكان له من العلم، وكان له من الآراء العلمية سديدة، ومن رواية الحديث ومن رواية الحديث بالفعل، فهو شخصية متكاملة بتكمل جميع الجوانب النقص اللي موجودة فيها، والنقص ده بيكمله بشكل علمي صحيح. سيدنا طلحة ابن عبيد الله آثر أن يلتزم الخط الوسط وأن ينفصل عن الفريقين، يعني ممتثلاً هدي من قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلم يرد رضي الله عنه وأرضاه يعني أن يخوض في دماء أو أن يخوض في أعراض، فالتزم هذا المنهج إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. جاءت نهاية عمر طلحة بن عبيد الله، لكنه ترك درس كبير جداً في أن تكون مع الحق والابتعاد عن الفتن والصراعات. طبعا طلحة ذلك الشهيد الحي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يسير على الأرض فلينظر إلى طلحة. وأيضا الصحابة الكرام لما نزلت الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. قضى نحبه يعني استشهد. فأتى أعربي دخل المسجد، فالصحابة كانوا يستحون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فلما جاء هذا الأعرابي كانوا بيستغلوا مجيء بعض الأعراب ويدفعوهم إلى أن هم اللي يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن من قضى نحبه. فالأعرابي أتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، من قضى نحبه؟ فالرسول أعرض عنه، فكرر للمرة الثانية: يا رسول الله، من قضى نحبه؟ في هذه اللحظة كان طلحة داخل من باب المسجد، فنظر النبي وقال: ذاك، أشار إلى طلحة، قال: ذاك الذي قضى نحبه، الشهيد الحي، الشهيد. وطبعا الرسول بشر طلحة بالشهادة وهو على قيد الحياة. نعم. فيعني في إحدى الروايات أيضا أن الرسول كان واقفا على أحد الجبال أو أحد القمم في أحد، ومعه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، فهذا الجبل اهتز، فالنبي ضرب الجبل بقدمه وقال: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. طبعا النبي يقصد نفسه، والصديق يقصد أبو بكر الصديق. نعم. وشهيد يقصد جميع الواقفين غيره وغير أبو بكر. فطلحة مات شهيدا، وعمر مات شهيدا، وعثمان مات شهيدا، وعلي مات شهيدا، والزبير أيضا، وطلحة مات شهيدين.
عاش الصحابي طلحة بن عبيد الله حتى خلافة علي بن أبي طالب، فجاء استشهاده في العام 36 من الهجرة وهو في سنوات عمره 60، ليرحل الفارس الجواد المعطاء جار الرسول بالجنة.